السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. مين فينا ما عندوش مشكلة أو أزمة منغصة عليه حياته ومضايقة؟ أكيد كلنا، اللي بيمر بأزمة مادية، اللي عنده مشكلة كبيرة في شغله، اللي عنده حد مريض، الكل طبعا مننا بيدعي والكل منتظر الفرج. وهنا المشكلة الحقيقية، الناس اللي بتستبطأ الفرج وتلاقيه متضايق وباصص دايما للسماء ويقول افرجها يا رب، كفاية بقى كده، بقى كفاية يا رب، استغفر الله العظيم، كأنك بتشتكي ربنا. طيب هتشتكي ربنا لمين؟ الفرج هيجي لما ربنا يأذن وليه وقته. امتى ربنا هيأذن؟ الله أعلم، احنا عبيده وهو الملك. موضوع مهم جدا، عبادة انتظار الفرج. برحب بضيف الشيخ احمد المالكي من علماء الازهر الشريف. اهلا بك. ربنا يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. امين يا رب. وانت كمان يا شيخ يا رب. يا رب. طيب شيخ احمد، احنا طبعا بندعي ربنا وعشمنا بيكون في ربنا كبير جدا، وبعد ما بندعي بنقعد بقى نستنى استجابة الدعاء. لما بقى الاستجابة دي بتتأخر شوية، في ناس بيجي لها شوية يأس كده، نقول لهم ايه؟ هنقول كلام كتير قوي. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما أعطيتنا، اللهم آمين. لا شك إن احنا خلقنا في هذه الحياة للعبادة طبعا. والعبادة ابتلاء. الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة في حد ذاتها ابتلاء، وربنا تبارك وتعالى ذكر المسألة دي صراحة في أول سورة العنكبوت، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وإحنا لو اطلعنا على سير الأنبياء وسير الصالحين المصلحين لنرى أن حياتهم مليئة بالابتلاءات. وهنا كان الله عز وجل يعني يبتلي عبادة. ليه يبتلي العباد؟ بيبتلي العباد لأنه قال عشان يعلم الصادق من الكاذب، هو أعلم سبحانه تبارك وتعالى. وكان يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أو ثم الصالحون، ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا القلوب تبدأ تتعلق بمين؟ تتعلق بالله سبحانه تبارك وتعالى. عشان كده نلاقي وسبحان الله يعني حتى بعد النجاة ممكن الناس تبتعد عن ربها تبارك وتعالى. وهنا لما نقرأ التاريخ قراءة يعني دقيقة جدا، نلاقي في وقت الابتلاءات تلاقي الناس بتستغيث وتلهج بذكر الله سبحانه وتعالى، وبعد كده ايه اللي بيحصل بعد ما ربنا ينجيهم؟ يرجعوا تاني. وربنا قال الكلام ده، واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه، اللي هي في سورة يونس، وقاعدا او قائمة، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه. وقال في آية تانية في سورة يونس، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط به. طب هنعمل إيه؟ فما فيش إلا الله. فيبدأوا يدعوا مين؟ الله. وظنوا أنهم قد أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. طيب خلاص نجاكم. إيه اللي يحصل بقى؟ إذا هم يبغون بعد ذلك. طب يا جماعة أنتوا بتعملوا كده ليه؟ يعني لأن ده حال الناس أحيانا، بعض الناس يعني. لكن المؤمن هو دائما يدعو ويتمسك بالدعاء ويتمسك ويعلق قلبه بالله تبارك وتعالى في وقت الشدة، لأن ربنا قال قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. في الآخر أنت لابد أن تتعلق بالله سبحانه وتبارك وتعالى وتتمسك. طيب هو انا لما اتمسك لامتى يعني؟ ما انا بدعي ربنا بقالي يجي سنه. ايوه، ولو تقعد سنتين وثلاثه واربعه وخمسه. ده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كما في الترمذي يقول سلوا الله من فضله، وفي الحديث يقول وافضل العباده انتظار الفرج. بس انا بدعي وربنا لا يستجيب لي، لان كتير من الناس يقول تخيل بقى مليار و700 الف يدعون الله عز وجل ولا يستجيب لهم. يا راجل يا جاهل، المساله مش كده خالص. طبعا. مش كده ابدا. ده سيدنا الإمام ابن عطاء الله السكندري يقول لنا كلام مهم جدا، بيقول لا يكن تأخر، ودي لازم نفهمها ونعي، لا يكن تأخر العطاء، لأن أنت بتدعو الله عز وجل أن يعطيك،
مع الإلحاح في الدعاء يكون موجبا ليأسك. اوعى يا ربي ده انا عمال ادعو 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 فانا في الاخر هيأس بقى. لا 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 لا، اوعى يكون ده ان ربنا بيؤخر العطاء مع الحاحك في الدعاء لله تبارك وتعالى يبقى موجبا ليأسك. ليه؟ لان الله عز وجل ضمن لك الاجابه على الوجه الذي يريد لا على الوجه الذي تريد. انت ما تعرفش ربك هو دلوقتي الان هو ضامن الاجابه، بس امتى يحقق الاجابه دي؟ وقت الخير ليا، وفي الوقت الذي يختار صح هو ده بقى. هو ربنا قال كده، وفي الوقت الذي يختار لا على الوقت الذي تختار، صح لا في الوقت الذي تختار. صح. فانت لازم تكون فاهم الكلام ده وفاهم ده عن الله تبارك وتعالى. واحنا ضربنا قبل كده مثل وقلنا ونكرر، سيدنا موسى لما دعا ربه تبارك وتعالى ان يهلك فرعون، ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينه واموالا في الحياه الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. ده مين اللي بيدعي؟ نبي. وهارون واقف جنبه فقال امين. فبقى ايه الاثنين؟ ايه انبياء. دعوا الله عز وجل. فالايه بتقول ايه؟ قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما. هي دي القضيه. انت مش دعيت وبدات تلح على الله في الدعاء، ربنا استجاب. ده هو بيقول للانبياء. طيب امتى بقى تتحقق؟ ما هو انت بقى انتظر بقى. أيوة. انتظر. طب ربنا اهلك اصلا فرعون بعد الدعاء ده بقد ايه؟ بعد 40 سنه. 40. فانت هنا فافضل العباده انتظار الايه؟ الفرج. طب وسيدنا النبي طالع من مكه للمدينه مهاجر عليه الصلاه والسلام، ايه اللي حصل بقى؟ ها؟ يجي عليه الوحي إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. طب إمتى؟ ما لكش دعوة دلوقتي، أنت ما عليك إلا أن تنتظر الفرج، لأن انتظار الفرج عباد. فيعد بقى سنة أولى، سنة ثانية هجرة، يعني سنة ثالثة هجرة، أربعة من الهجرة، خمسة من الهجرة، ستة من الهجرة، سبعة، خلاص رايحين صلح الحديبية وهندخل مكة ونعمل عمرة. لا، يرجعوا. سيدنا عمر اتغاظ. هو ده حق يعني؟ هو احنا على الباطل ولا على حق؟ ايوه على الحق. مش احنا مسلمين يعني؟ ايوه. احنا ما نقطه الدينيه في ديننا اني رسول الله وهو ناصري، وسيدنا ابو بكر يقول له فالزم غرزه. طب امتى؟ برضه ما اعرفش. فسيدنا النبي ما هو ان الذي فرض عليك القران هو موقن بذلك. فتيجي سنه 8 هجريه فيدخل الفتح فيقول فين عمر؟ لان عمر كان حصل له شك كده، اين عمر؟ فيقرا عليه الايه انا فتحنا لك فتحا، يقول له فتح يا رسول؟ يعني احنا مش ده يعني ده فتح؟ هنفتح مكه بالفعل يعني؟ قال له فتح يا عمر. فبدا سيدنا عمر يستغفر ربه تبارك وتعالى ويتوب مما قاله للنبي عليه الصلاه والسلام. فانتظار الفرج هو من اعظم العبادات. معانا اول تليفون. نجلاء اهلا بيكي. اهلا، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا حبيبتي. أنا عايزة أسأل حضرة الشيخ على إن أنا لما باجي أصلي التوهان على طول معايا في الصلاة، وأنا من السحر مبهدم خالص، وكل شهر بيتجدد. أيوه سحر. مين قالك اللي فيه سحر؟ أنا لي أكتر من 6 سنين كتابة معايا، وأما باجي أصلي أما بتأتيني مش شدة إن أنا أقوي في الصلاة، بسجد ومش قادرة أقوم من كتر العياط والصوات اللي أنا بصرخ. ايوه يعني انت تعبانه، رحتي كشفتي؟ ها؟ رحتي كشفتي؟ انا كشفت والدكتور قال لك ايه؟ الدكاتره ما بتقول لي ما فيش حاجه، كل ما باخد العلاج ما باخدش ما بيخفش على العلاج، ما بخفش ان لما شيخ يقعد يقرا له قران والكلام من دي. من ضمن الكشف رحتي لدكتور امراض نفسيه؟ رحت. لا ما فيش رحت لامراض نفسيه؟ قال لك ايه؟ يديني علاج مسكن. فضلت وصلت للبرشام المنوم ان انا ما بنامش. قال لي ايوه. قال لك عندك ايه؟ ما قال لي ما فيش حاجه، قال لي ممكن انيميا والكلام من دي ده وصداع. دكتور امراض نفسيه يقول لك عندك انيميا؟ لا، هي بتتكلم. انت رحت لدكتور نفساني؟ لا، بس هو بيسال يعني اصل امراض نفسيه يعني. دكتور نفسي. دكتور نفسي. لا، لازم تروحي لدكتور نفسي. بلاش نرجع للمشايخ في حتة اللي أنا تعبانة فأروح لشيخ، بلاش دي، الله يخليك. والله المشايخ والله بتقول قال الله قال فعلاً رسوله. اسمعني بس، أنا فعلا الشهر ده جيت تعبت بحكاية إن هم بقى بدأت إن أنا أتعب وترموا زمان بقى عارفة حالتي والكلام من ده، جاي يودوني لأ قويت بالقرآن. طب ماشي، طب ما تقري أنت قرآن، لازم شيخ يقرأ عليك قرآن.
كان فعلا كنت بنعمل كده. بس اقراي القران مفيش مشكله بقى. يبقى انا هوضح لك الصوره. احنا عندنا اشكاليه كبيره جدا يعني، جزاك الله خيرا. عندنا اشكاليه، انا تعبان فرحت للدكتور اتنين فما جيتش على العلاج، فرحت للشيخ فجيت على العلاج. هي امر نفسي، امر طبعا. نفسي. والشيخ ما بيديش علاج اصلا، هو بيعمل ايه الشيخ؟ قرا لها قران. الشيخ اللي بيقول له روح هاتوا زيت ومش عارف كذا، وروح هاتوا حبه كذا، وهات مش عارف كذا، وهاتوا ايه وهاتوا ايه وايه، ما انزل الله بهم يعني. الكلام ده جابه منين؟ ما فيش الكلام ده خالص. طب انا بقرا القران هو شفاء؟ اه لا شك ان القران شفاء، بس يا جماعه انه بيهديني وشفاء نفسي. لكن انا واحد لا قدر الله عنده سرطان، اقرا عليه البقره 20 مره، هو ربنا ده النبي قال تداووا عباد الله، تداووا ناخد بالاسباب، تداووا عباد الله. يا جماعه احنا لازم يكون عندنا فكر بس راقي شويه. يعني انا عندي لما اول ما اقرا في اول ايه في القران بسم الله ايه؟ الرحمن الرحيم، صح؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. طيب من رحمه الله عز وجل ورحمه سيدنا النبي ان هو قال مع ما في العلاج اللي هو بالعسل وحبة البركة، مع ما فيه من البركة، عشان بس إيه؟ مع ما فيه من البركة. لكن سيدنا النبي لم يتوقف فقال تداووا عباد الله، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له إيه؟ إلا أنزل له دواء. ولذلك المسلمون بدأوا يبتكروا العلاج بقى في الطب. إحنا يا جماعة أول أمة يبقى عندها مستشفى تخصصي سنة 86 في عهد الوليد بن عبد الملك. أوروبا عرفت بعد كده، دي كانت خاصة بالجزام، اوروبا عرفت المستشفيات بعدنا بعشر قرون. فعيب قوي اللي احنا نتاخر بالطريقه دي. احنا الامه الاولى 10 قرون 1000 سنه. اه والله او اقراوا، احنا كانت سنه 86، احنا الامه الاولى يا جماعه اللي كان عندنا حاجه اسمها الاسعاف المتنقل. عارفه سياره الاسعاف دلوقتي؟ احنا اللي ابتدعناها. ابتدعناها ازاي؟ كان برضو كده يجيبوا الجمال ويحطوا عليها الادويه، ويبقى الاطباء ويجوبوا القرى والصحاري والبلدان ويروحوا عند الناس يعالجوهم ويدوهم الدواء. احنا اللي عملنا كده. فاحنا في الاخر نيجي ونقول بقى طب الشيخ هو هيقرا؟ ماشي هيقرا عليكم. طب ما اقرا انا على نفس القران، ولازم وانا في حاله دكتور امراض نفسيه اي حد تروح للمتخصص بقى. ايوه هو المتخصص، هو المتخصص. لكن طيب هي بتتوه، كلنا بنتوه في الصلاه، وسيدنا النبي قال ليس للانسان من صلاته الا ما عقل منها. امال كده ليه شرع النبي عليه الصلاه والسلام بعد الصلاه يا استاذ دعاء اللي هو الاستغفار؟ وانا بعد ما اقول السلام عليكم بقول ايه؟ استغفر الله. طب من ايه؟ هو انا مش لسه مصلي؟ صح؟ هو انا مش واخد انا ايه اللي انا اذنبته يعني؟ ما انا عملتش حاجه، صح؟ انا لسه مصلي. استغفر الله استغفر الله، وبعدين اسبح وبعدين التحميد وبعدين التكبير. وانا بعمل كده ليه؟ لان مهما كنت في صلاتك لازم تكون سرحت كده يعني، حتى 1% 2% ما بتاخدش الصلاه. طب اعمل ايه؟ فده يا جماعه بتبقى جبر لصلاه الايه؟ جبر لصلاه الفرض. فهي تستغفر وتسبح وتروح للطبيب لو هي مريضه. تمام. احنا عايزين ايه؟ وهكون خلصنا. احنا خلصنا بس عايزين كلمه اخيره قبل ما نخلص. كلمة أخيرة في موضوع كان يعني احنا الفرج. لا نستبطئ الفرج ولا نستعجل بالإجابة، فالله عز وجل هو الأعلم بما يصلحنا. وكان الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله كلام مهم جدا، فبيقول تدبير الله لك خير من تدبيرك أنت. طبعا. وقد يمنعك ما تهوى ابتلاء ليرى صبرك، فأره الصبر تجد ما يصل. بشكر حضرتك جدا في نهاية فقرتنا يا شيخ أحمد، ومشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل.